اهلا وسهلا متابعي رويال. النهارده ان شاء الله معانا فرصه قويه جدا على زوج اليورو دولار باستخدام ادوات التحليل الفني. لكن من ناحيه التحليل الاساسي في حاجه مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها، وهي ان رئيس الفيدرالي الامريكي قال انه مهتم جدا بثبات الاسعار، وده بدوره ممكن يؤدي الى ارتفاع التضخم. تعالوا نشوف الفرصه مع بعض على الشارت. زي ما واضح قدامنا على الشاشه بيتداول زوج اليورو دولار في اتجاه صاعد، وحصل تصحيح وكون نموذج خفاش على فريم اليوم. بننتظر وصول السعر لمنطقه الشراء بين 1686 الى 1603، وتكوين برايس اكشن كمفتاح دخول وقف خساره 1545، هدف اول 1847، هدف ثاني 1822، واخيرا الهدف الثالث عند 20. ولو انتقلنا على فريم الاربع ساعات هنجد دايفرجنس يؤيد سيناريو الصعود. لو محتاج تحليل اي زوج تقدر تكتب لنا في التعليقات وهنرد عليك في الفيديو القادم. كان معكم مايكل أيوب من القاهرة، دمتم بخير.